بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة في الجزء الخامس الخاص بلغة الجسد في الأبقار، والجزء الخامس ده خاص بعلامات الشياع، وده تقريبا كلنا عارفينه. علامات الشياع، اللي هو أو الشبق أو الهيت أو الاسترس، دي أسماء كلها بتعبر عن الفترة المناسبة لتلقيح البقرة. يا ريت تدخل على المنتدى بتاع القناة وتقول رأيك، هل نستمر في هذه السلسلة الخاصة بلغة الجسد في الأبقار، ولا نكتفي بالخمس أجزاء دي فقط؟ أنا سايب اللينك بتاع المنتدى أسفل الفيديو. علامات الشياع، قبل ما نقول هي ايه هي علامات الشياع، احنا عارفين كلنا طبعا ان البقرة علشان تجيب لبن يبقى لازم تولد، وعلشان تولد لازم تتلقح، وعلشان تتلقح لازم نعرف الفترة اللي احنا هنلقحها فيها اللي هي فترة الشياع. لازم نعرف علامات الشياع، ايه اللي بيظهر على البقرة عشان نقول البقرة شايعة وهي دلوقتي محتاجة تتلقح. قبل ما نقول ايه هي العلامات، احنا عارفين ان دورة الشياع او الاسترس سايكل بتيجي كل 21 يوم تقريبا، وبتستمر في المتوسط من 15 ل 18 ساعة، ولازم نلقح البقرة في هذه الفترة. اذا لم تلقح البقرة في هذه الفترة فهنستنى 21 يوم تانيين لغاية ما تيجي الدورة اللي بعدها ونلقح البقرة. طب ال 21 يوم دول فيهم خسارة نقدية؟ طبعا فيهم خسارة نقدية كتير، وتقدر تراجع الفيديو الموجود على القناة هنا اللي انا عرضت فيه برنامج بيبين الخسارة النقدية نتيجة تفويت بقرة واحدة او تفويت دورة شياع واحدة لبقرة واحدة. هتفاجأ ان الخسارة كبيرة جدا، بتكون في حدود 3000 4000، تزيد شوية تقل شوية حسب ظروف المزرعة. يعني احنا لازم نكون حريصين جدا ان البقرة ما تفوتش، واول ما تشيع بنلقحها في الوقت المناسب للتلقيح. طيب علامات الشياع ايه؟ زي ما كلنا عارفين، بتلاقي البقرة راحت لوحدها بعيد عن القطيع وبتقف لوحدها، وتلاقي دماغها موجودة لناحية الارض لأسفل، وكأنها بتبص على حاجة مش لاقياها، او حاجة او وكأنها بتبص للعجل بتاعها، بتبقى لوحدها. ولو هي موجودة في القطيع او حتى مش موجودة في القطيع، بتلاقي ان هي عمليات التبول بتبقى متكررة، يعني عدد مرات اكتر من الطبيعي، اكتر من المعتاد، وكميه البول اللي بتنزل في كل مره بتكون برضو اقل من المعتاد. يعني عدد مرات التبول كتير، لكن كميه البول اللي بتنزل في كل مره بتبقى قليله. برضو البقرة اللي في حاله شياع بتكون ممكن هي بتثب او بتنط على البقر زميلتها اللي موجودة معاها، بتعتليها او بتسمح للبقر الاخر انه تعتليها او تنط عليها زي ما بيقولوا في المزارع. برضو البقرة الشيعة بتلجأ لان هي بتلحس البقر التاني، دي البقرة اللي يظهر هذه العلامة عليها او هذه العلامات عليها، فبتبقى بقرة شيعة، يبقى لازم تتلقح هذه البقرة. الصورة الشهيرة او العلامة الشهيرة بتاعت الشياع برضو ان بينزل من المهبل مخاط ابيض. هذا المخاط الابيض بيدل على ان البقرة في حالة شياع ويجب تلقيحها في هذه الفترة، وبنلاقي ان المهبل اللي بينزل منه المخاط ده بيكون منتفخ من الجنبين. دي علامة مهمة جدا بتدل على ان البقرة في حالة شياع، وبتلاقي الديل بتاعها مرتفع عن الوضع الطبيعي. طبعا في علامة تانية مهمة جدا بيعرفها الطلوقة او بيعرفها الذكر، وهو انه بيشم البقرة. لما يشم البقرة هو بيكتشف بنفسه فين البقرة الشيعة وفين البقرة اللي مش شيعة. البقرة الشيعة بيلقحها طبعا العجل، ودي بتبقى موجودة في المزارع اللي بتلقح تلقيح طبيعي، اما المزارع اللي بتلقح تلقيح صناعي فبتعتمد على مشاهدة وملاحظة علامات الشياع. هي ديت العلامات الموجودة اللي بتظهر على البقرة وهي في حالة شياع. مش هنتكلم بقى على الحالة الفسيولوجية والهرمونية الخاصة بالبقرة وهي في حالة شياع،
ايه الهرمونات اللي بتزيد، ايه الهرمونات اللي بتقل. الهرمون الاستروجين مثلا اللي بيسبب ظهور علامات الشياع امتى بيقل وامتى بيختفي او بيقل خالص، يعني الحاله الهرمونيه بتاعت البقره مش هنشرحها لان احنا بنتكلم في فيديو خاص بلغه الجسد في الابقار، يعني العلامه اللي بتظهر على جسد البقره فقط. ما تنساش تدخل على المنتدى بتاع القناة، اللينك موجود تحت، وتقول رأيك نكمل في هذه السلسلة ولا لأ. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.